السلام عليكم إخواني ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم اليوم من نوادر حجر النيزك ذات طاقة جدا عالية. والله سبحانه وتعالى ذكر النيزك في القرآن الكريم بعدة آيات مختلفة، والنيزك هو يعني جرم سماوي ينزل من السماء ويسقط بالأرض ويجي بطاقة جدا عالية. طبعا العلم الحديث اللي هو اليوم اكتشف أن النيزك هو يعالج الأورام السرطانية. كثير من الأبحاث أنا نطلع عليها، الدراسات البريطانية والألمانية والأمريكية تثبت بأن النيزك يعالج الأورام السرطانية، وأيضا بطاقة جدا عالية منها للتحصين من الجن والإنس والشياطين. ومثل ما ذكرنا قلنا الله سبحانه وتعالى جعلها رجوما للشياطين. فالنيزك بفوائد جدا جدا عديدة، منها ما يستخدم للمحبة والمودة وطرد الطاقة السلبية. أي استفسار إن شاء الله موجود رقم على الواتساب، لا تنسونا بالدعاء، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم.